السلام عليكم ورحمة الله. أنا يعني قدمت لمحة سريعة أو مقدمة عن الـ EIGRP version 6 وعن إمكاناته والأمور هاي. بدنا نعمل configuration. حاولت صراحة بدي أعمل اللي هي يعني عن طريق السيريال ونعمل configuration ل اللي هو ايش بسموه فريم ريلي سويتش، نسيت، انا نسيت اسمه صراحة. على كل حال مش راح نعمل هذا الاشي. ليش؟ لانه مش راح يوصل المعلومة او راح يشتتك كثير، بده كونفيجريشن كثير صراحة، وما بدنا يعني نتعمق بهذا الامر بشكل كبير علشان ما يعني نخربطكم بالامور الاساسية اللي احنا بدنا نعملها. فراح نرجع مرة ثانية على الأمور البسيطة اللي كنا نعملها. كمان كنت بدي أحكي شغلة مهمة، إنه في شغلة بالفريم ريلي لازم تعرفها، إنه بالنسبة للفريم ريلي في عندك لاير 3 تو لاير 2 ريزوليوشن. فأنت مش بس بدك تعمل مابينج لل مش بس مابينج لل جلوبال اي بي فيرجن 6 ادرس، كمان بدك تعمل لللوك لينك لوكال ادرس، بدك تعمله كمان مابينج. يعني على الجهتين بدك تعمل مابينج، لينك لوكال وجلوبال. بما اني انا تركت ال يعني نتورك وديت فيها من اول، هاي فرصة ثانية عشان نشوف ايش اللي عملناه، لكن مش على البطيء، على السريع يعني بشكل سريع. ف نعمل ستارت. هون ببين عندك كم البروسيس، فانتو شايفين 41 بس، ينزل مباشرة بنشغل الراوتر اللي بعده. لحظة واحدة ومنمرن. مباشرة بتقدر تاخذ الراوتر، عمل كونفيجر تيرمينال واي بي فيرجن 6 يونيكاست راوتينج. بعدين بدك تروح على انترفيس ايثرنت 1/2، تحكي له اي بي فيرجن 6 ادرس ونحكي له 2000، ومن 1 ل 2، من 1 ل 3 هو صار لانه الراوتر 3. طيب مش مشكلة، لكن هذا 1/64 ما تغير اي شيء نهائيا، ونو شت داون. وكمان في عنا الانترفيس اللي هو 1/3، وراح يكون عندك الاي بي ادرس تبعه راح نغيره. احنا حكينا 192.168.1 بما انه هو 1، وهو راح يكون 1 على الشبكه، وهاي ونو شت داون. ف انت بتلاحظ طبعا انه هاي الكونفيجريشن فعالة، واخر شيء بضل عندك انك تعمل كونسول هون، تحكي له اي بي اوتو، فمباشرة بحصل على اي بي، وبتقدر تعمل بينج علشان تتأكد انه الاي بي ادرس اللي انت قمت بادخاله يعني صحيح 100% او الحصول عليه. عذرا، فانتو شايفين عنا فول ريتشابيلتي او كونكتيفيتي زي ما بدك انت تسميها. طلعنا اخر واحد، تعملوا ستارت منه لحتى ما يشتغل. احنا بنقوم بعمل كونفيجريشن للراوتر اللي بعده. تدخل على كونفيجر تيرمينال واي بي فيرجن 6 يونيكاست راوتينج، انترفيس ايثرنت 1/2 اللي هو هذا راوتر 3، فانتو شايفين انه في عنا 1/2 هنا.
فهو راح يكون عندك اي بي فيرجن 6 ادرس 2000 بعدين من 1 ل 3 بعدين هو 3/64 ونو شت داون. كمان في عنا الانترفيس اللي هو 1/1 والاي بي ادرس راح يكون عنا من 3 ل 4 وهو عبارة عن 3 على الشبكة ونو شت داون. شايفين يعني لو عملت الاشياء اللي كنا نعملها بسرعة يعني ما بتاخذ منك يعني دقائق فقط، لكن مع الشرح بدك يعني تعرف شو اللي بصير عندك على الشبكة. احنا لحديت الان ما عملنا كونفيجريشن للراوتينج بروسيس. تنساش انه الاي او اس اللي انا مشغله هو اي او اس 15، فعشان هيك ما راح تحتاج تفوت تحت البروسيس وتحكي له اي بي فيرجن 6 راوتر اي اي جي ار بي 1 نو شت داون، فهي مش راح تحتاج تعملها لانه بروض الطبيعي هو نو شت داون. فانا اي بي فيرجن 6 يونيكاست راوتينج انترفيس ايثرنت 1/1 اي بي فيرجن 6 ادرس هو عبارة عن 2000 من 3 ل 4 بعدين 64 نو شت داون بعدين بضل عندك اللي هو سلاش 3 راح يكون عندك نعمل 2192.168.4 هاي 4/64 نو شت داون بتعمل اكزيت طلع لنا اخر شيء اللي هو ال اي بي اوتو بيحصل على هاي. لو عملت له بينج مباشرة هو يعني مجرد حصوله على الاي بي اعرف انه يعني قادر على الاتصال بالراوتر، وهيك بكون عندنا يعني كل اعداداتنا سليمة. بنرجع هون للراوتر 1. الان بدنا نشغل الراوتينج بروسيس. علشان تشغل الراوتينج بروسيس فانت لازم تروح تحت الانترفيس وتحكي له اي بي فيرجن 6 اي اي جي ار بي. الان شو البروسيس او الاوتونوموس سيستم نمبر؟ فهو لو حكينا 1 فقط يعني بدك تحكي له انه هذا بيشارك بالاي اي جي ار بي 1. كمان هون بدك تفوت على ال ايثرنت 1 وتحكي له اي اي جي ار بي 1. ننتقل ل مش بي سي 1، بنروح على راوتر 3 وتحكي له انت شايف هون ان احنا تحت الانترفيس فمعناته اي بي فيرجن 6 اي اي جي ار بي 1. كمان بدك تروح على الانترفيس تبع ار 3 اللي هو 1 2 تحكي له اي اي جي ار بي 1. الان راح تلاحظ انه صار في عندك adjacency يعني راح يلتقي او راح يتعرف على راوتر 1 لانه الاثنين صاروا بنفس الـ EIGRP autonomous system او المفروض، لكن يعني ما تمت العملية اللي هي. طب نعمل شوية show IPv6 route. فانتو شايفين ما ظهر لنا اي شيء. طيب لو حكيت له show IP version 6 EIGRB 1 EIGRB 1 neighbors طبعا autonomous system 1 specified not configured. طبعا شو السبب؟ السبب اللي احنا نسيناه واللي احنا لازم نعمله اي بي فيرجن 6 راوتر اي اي جي ار بي 1 وبدك تحكي له اي اي جي ار بي راوتر اي دي 3.3.3.3 وعلى هذا الاساس يعني راح ينشئ علاقة مع الافراد الثانيين.
يعني هو قاعد بطرح بحكي للراوتر R1 انه انا بدي انشئ معك علاقة يعني neighbor relationship في الاي اي جي ار بي. فهو بحكي له انه شو اسمك او مين انت لحتى ما تعمل معي يعني neighbor relationship. وبهاي الحالة مباشرة صار عندي adjacency. بنتقل للراوتر. طيب الان على الراوتر 4. الراوتر 4 انتو بدك تفوت طبعا على الانترفيس وتحكي له للانترفيس او انت تحت الانترفيس ايثرنت R3 تحكي له IP version 6 ما فيش version 7 EIGRB EIGRB IP version 6 احنا مش تحت الانترفيس احنا عملنا exit عشان هيك IP version 6 EIGRB 1 وكمان بدنا ننتقل ل 1.1 ونحكي له EIGRB 1. ما رح تتم عملية انشاء neighbor relationship لانه لازم تفوت EIGRB router EIGRB 1 بعدين تحكي له EIGRB 1 router ID اللي هو 4.4.4.4 وبهي الحالة راح تنشأ عملية neighboring between. بعدين لاحظ انه النيبر بتعرفوا على بعض عن طريق link local address مش عن طريق global. فتبادل الراوتس عن طريق link local تبادل يعني انشاء neighbor relationship عن طريق link local. كل شيء بيتم عن طريق اللينك لوكال لكن الراوتس بتدل على الجلوبال. وحتى لو رحت عملت اند ودخلت هون حكيت له شو اي بي فيرجن 6 انترفيس ايثرنت 1/1 فانتوا شايفين انه هاي اي اللي هي عباره عن 10 اي بالهكس عباره عن 10 وانتوا بتتذكروا انه بالاي بي فيرجن 4 العشرة هي كانت بتختص بالاي اي جي ار بي المالتي كاست جروب يعني مالتي كاست جروب اذا متذكرين 224.0.0.10 اللي هي مالتي كاست جروب تبعت الاي اي جي ار بي. هنا صارت عندنا اي اف اف 02:: اي حاضر هاي. لو حكيت له شو اي بي فيرجن 6 راوت فهون بحكي لي انه الراوت لاحظ الراوت يعني بحكي لك عن الشبكه الجلوبال لكن اللينك لوكال هي فيا يعني نيكست هوب عن طريق الانترفيس. هون كمان نفس الشيء هون عندنا الدي كمان للاي اي جي ار بي وانتم شايفين ادمنستريتيف ديستانس نفس الادمنستريتيف ادمنستريتيف ديستانس تبعت الاي بي فيرجن 4 90 وتنساش اللي هي هاي المتريك او المتريك تبعت الاي اي جي ار بي او سميها هو لانه ادفانس ديستانس فيكتور بروتوكول. اللي بهمنا من كل هذا الحكي انه تيجي على على بي سي 1 هل يستطيع بي سي 1 يعمل بينج ل بي سي 2 عبر الشبكة. فلو حكينا له بينج وعملنا بيست فمية بالمية. واذا مش متأكد انت وتفكر انه مثلا بينج ممكن يكونوا متصلين بطريقة معينة فاحنا بنعمل تريس وهي بحكي لك انه انا انتقلت لراوتر 1 من راوتر 1 لراوتر 3 من راوتر 3 لراوتر 4 وبعدين للبي سي 2. بهي الحالة انا انشأت الشبكة عن طريق اي اي جي ار بي IP version 6. شكرا لاستماعكم. السلام عليكم ورحمة الله.